هو المسلسل اسمه مين قال؟ هو يعني اسم المسلسل له معنى فعلا، انه مين قال هذا صح وانه هذا غلط. يا سلام. عرفت كيف؟ هلا نحن كلياتنا وعبر التاريخ والزمن كان في فرق بين الاجيال، لكن الفرق اليوم بين الاجيال صار كبير جدا، مذهل. صح. يعني الفرق بين الشباب اليوم عمرهم 30 سنه والشباب والصبايا اللي عمرهم 20 سنه كبير جدا. صح. اكبر بكثير من الفرق اللي كان بيننا وبين اهالينا. صحيح. وهذا سببه الطفره التكنولوجيه الرهيبه. وهذا فعلا. الانفجار المعلوماتي بالعالم وسرعه وصول المعلومه والسوشيال ميديا يعني وهذا الفضاء المفتوح على كل شيء، على اعظم واجمل الاشياء واحيانا على أسوأ الاشياء. يا سلام. فهذا عم يخلي انه في فرق كثير كبير الحياه بين الاجيال. يا سلام. واحدنا اذا بيسمع اولاده يعني كيف عم يحكوا اليوم او كيف بيفكروا بيقدر يدرك. لو انا مسمع من كل اهلي وانا تجربتي حتى الشخصيه يعني. جميل. انا عندي فضول والله اني اشوف. شوقنا. صح. خلينا نشوف مقطع. يلا. بس عشان انا راجل طيب وفلوسي حلال ربنا خيب ظنه وجاب مجموع. يا بابا والله العظيم انا السنه اللي فاتت كنت فعلا عايز هندسه، بس انا السنه دي حاسس ان انا محتاج ادخل بيزنس. مفيش حاجه اسمها حاسس، مفيش حد بيخطط لمستقبله بالاحاسيس، ايه الكلام ده؟ طب هي مالها بيزنس؟ صح يا جلال، يعني ما كليه كويسه برضه، وهو يتخرج منها يخش بقى شركه بنك. يا ستي ابنك لا بيفكر في شركه ولا بيفكر في بنك، ابنك عاوز كليه يصيح فيها وما يذاكرش. يا بابا والله العظيم انا عايز ادخل بيزنس عشان انا بحب البيزنس. هنرجع لموضوع البيزنس ده تاني؟ اساسا دي غلطتي ان انا خليتك في الاجازه ترجع تبيع على الصفحه الخايبه بتاعتك. طب مالها بس الصفحه اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي؟ انا هقول لك مالها. انت كنت فين الصبح؟ كنت ايوه كنت ايوه. افضل قول لي على بال ما تفكر في كدبه. باين معاك يا جلال بقى. هات الشنطه دي. طب بوظ لنا اليوم. بقول لك هات الشنطه دي. هات. شوف هل انت قاسي حقيقه؟ انت قاسي الدرجه يعني. هو اب حاد. هو فين المشكله؟ المشكله انه هذا كله نابع من حرص وحب الاب تجاه ابنه، يعني ما له نابع من نوازع شريره، نابع من كميه هائله من الحرص والحب تجاه ابنه. هو وفر كل الرغم انه هو دخله متواضع وكل شيء، بس هو وفر كل الفلوس وكل شيء وكل امكانياته لابنه يدخل على الهندسه يعني. طيب جميل استاذي، احنا عندنا مجموعه عصافير، في اشجار ما شاء الله وطبيعه حلوه برا، ففي عصفوره من العصافير اللي احنا بنربيهم اتهمت الاستاذ جمال بانه يقول ولدك محمد يتهمك بان انت دائما ما تستفيد من المشاكل اللي تتم بينك وبينه، هو يطالبك في أربعة. هل هذا الخبر صحيح؟ خاصة بهذا المسلسل، وقاعد تفرج على المسلسل فهو قال لي على فكرة أنت عامل هذا الدور. أيوة. كلياته أنت مستفيد من تجربتك معي. حلو. لك أنت اللي عم تعمله بالمسلسل تقريبا هو الشيء اللي عم تعمله معي بالبيت، وبالتالي يعني انت لازم تدفع لي 25% من اجرك اللي بالمسلسل. تدفع له ولا لا؟ لازم تدفع له. طيب جسي انت.